أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في المساء. أهو خلاف سعودي إماراتي في النهج تجاه اليمن أم هو إعادة انتشار للقوات الإماراتية وهيكلية عسكرية جديدة فحسب؟ تكهنات كثيرة تطرح في الأيام الأخيرة حول ماهية وتوقيت ودوافع الإعلان عن إعادة انتشار إماراتي عسكري في اليمن وسحب بعض القوات. أبو ظبي نفت أن تكون قد سحبت قواتها نهائيا، إلا أنها لم تنفي الحديث عن تغيير النهج من الاستراتيجية العسكرية إلى استراتيجية السلام كما قال مسؤول إماراتي لرويترز. فهل بالفعل تتغير الاستراتيجية الإماراتية تجاه اليمن وفيها تخالف الاستراتيجية السعودية، أم أنها باتت تتأثر بازدياد حجم الضغط بسبب الخسائر الكبيرة المدنية في اليمن؟ فماذا تحمل هذه الخطوة في طياتها؟ الإجابة في النقاش بعد التقرير. البعض وصفها بالخطوة المفاجئة والبعض الآخر اعتبرها متوقعة نظرا للمعطيات القائمة. تقليص التواجد الإماراتي في اليمن أعلن عنه بشكل رسمي أمس، أي بعد أيام من مشاهدة قوافل عسكرية إماراتية وهي تغادر قواعدها. الإعلان جاء على لسان مسؤول عسكري إماراتي كبير رفض الكشف عن اسمه وبرر القرار بوصفه جزءا من خطة إعادة الانتشار وتغيير مسار استراتيجية بلاده من الخيار العسكري إلى السلام أولا. من جانبها عقبت جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية على نبأ بمطالبة التحالف الذي تقوده السعودية بالانسحاب الكامل من الأراضي اليمنية. عند الرواية الرسمية الإماراتية اختلفت الآراء حول أسباب تراجع تلك الدولة الخليجية في اليمن. البعض أوعز ذلك إلى عدم قدرة الإمارات على تحمل الكلفة البشرية والعسكرية والمادية للحرب اليمنية بعد اليوم. علاوة على ذلك لم تحقق الحرب التي يشنها التحالف النتائج المرجوة ضد الحوثيين وإنما العكس، فقد ارتدت عليهم وباتت مواقع سعودية في مرمى النيران وطائرات المسيرة الحوثية بشكل يومي. الإمارات تتخوف من أن تطالها هذه الهجمات. بالتوازي مع ذلك تلقى التحالف العربي عموما والإمارات خصوصا انتقادات دولية في أكثر من مناسبة وسط اتهامات بالتسبب في مقتل عدد كبير من المدنيين، وعلى إثر ذلك خرجت دعوات بعدم تصدير الدول العظمى الأسلحة لبلدان التحالف العربي. يجب وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة وبالتالي إلى التحالف، والذي كما نعمل ارتكب أعمال قتل بحق 60,000 شخص خلال الأعوام الخمس الأخيرة. 60,000 مدني سقطوا ضحايا لهم. وكانت الإمارات قد اتهمت أيضا بزرع قيادات سياسية ومناطقية موالية لها بالأخص في المحافظات الجنوبية حيث يتركز تواجدها. الأمر اعتبر تناقضا كليا مع شعار دعم الحكومة الشرعية في اليمن ناهيك عن إقامتها سجونا سرية حيث جرت أعمال تعذيب ومسؤوليتها عن اختفاء عشرات اليمنيين، وهذا وفق ما تؤكده مؤسسات حقوقية وإنسانية. حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو خبير شؤون الشرق الأوسط السيد علي واكد. سيد علي مرحبا بك معنا عبر استديوهاتنا من واشنطن. دكتور عماد عبد الهادي الكاتب والمحلل السياسي مرحبا دكتور عماد، وأيضا عبر سكايب من عمان السيد عمر الرداد خبير العلاقات الدولية والعربية مرحبا بك سيد عمر. دعني أبدأ معك، تكهنات كثيرة حول ماهية هذه الخطوة وتوقيتها، ماذا تحمل سيد عمر هذه الخطوة في طياتها إعادة انتشار عسكري إماراتي في اليمن؟ بالفعل كما تفضلت هي إعادة انتشار وليس انسحاب، إذ لم نرى حقيقة أرتال عسكرية من مجنزرات ودبابات ومنظومات صواريخ يتم إعادتها إلى الإمارات العربية، إنما كل الحديث الذي يجري هو فقط عن إعادة انتشار داخل اليمن، إذ لا زالت تحتفظ الإمارات العربية بأهداف الاستراتيجية اللي موجودة في منذ وجودها باليمن عام 2015 ولتاريخه، فهي تسيطر على مضيق باب المندب لا زال تحت السيطرة الإماراتية، إضافة لجزيرة سوقطرة وبعض القطاعات الواسعة جدا أو المحافظات بالمحافظات الجنوبية. تقديري أن الخطوة الإماراتية يعني ضمن أحد تفسيراتها بالفعل كما جاء في تقريركم لتلافي الضغوط الدولية، ربما تكون في سياق توافق مع الولايات المتحدة ومع السعودية أيضا بإرسال رسالة لإيران. نحن نذكر أن يعني هناك فوارق حقيقة، وهذا ليس سر، بين الاستراتيجية السعودية واستراتيجية الإمارات. لا نقول خلافات، إنما نقول هناك اختلافات في الأجندة الإماراتية تختلف إلى حد
حد كبير عن الأجندة، يعني إلى حد ما عن الأجندة السعودية. هناك من قال سيد عمر بأن هذا الموقف يتوازى مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية، حتى ما عندما استهدفت السفن وناقلات النفط في ميناء الفجيرة الإمارات تأنت ولم تشر بأصابع الاتهام بشكل واضح لطهران على عكس ما قامت به السعودية. نعم، هو يتوافق ومؤكد أنه يتوافق مع موقف الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية تحديدا، خاصة في ظل ضغوط من الكونغرس الأمريكي الآن بوقف تصدير الأسلحة إلى الإمارات والسعودية على خلفية الحرب اليمنية. نعم. واللي السعودية والإمارات بتشكل رأس الحربة فيها في حمل العسكرية المعروفة اللي انطلقت منذ عام التحالف العربي والإسلامي اللي انطلق منذ عام 2015. تقديري هذا يعني لا يمكن أن تكون خطوة بهذا الحجم من إعادة الانتشار إلا بتنسيق مع الحلفاء الأقرب إلى الإمارات. يعني وهذه نقطة سيد عمر، دعني أنتقل بها دكتور عماد من واشنطن. دكتور عماد، هل يمكن القول بأن هذه الخطوة مرتبطة بتنسيق إماراتي أمريكي فيما يتعلق بما يجري؟ شاهدنا الضغوط العديدة والدولية على السعودية والإمارات بسبب الخسائر المدنية الكبيرة في اليمن. من حيث المبدأ، الموقف الأمريكي لم يتغير إطلاقا من دعم التحالف العربي منذ بداية الحرب، وهذا أيضا يجب الإشارة هنا، بدأ في عهد أوباما وليس في عهد ترامب. ومن ثم فما نسمعه من الديمقراطيين حتى الآن هو مجرد مزادات حزبية لأسباب انتخابية في المقام الأول والأخير. الإعلان الإماراتي جاء وبوضوح شديد جدا، بالعطف على كلام ضيفك الكريم من عمان، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وقالوا أننا سنقوم بإعادة انتشار تكتيكي في بعض المناطق واستراتيجي في مناطق أخرى، والقوات الإماراتية لا زالت باقية وتدير المعارف في المناطق التي هي موجودة فيها في الفعل. ثم إن الإمارات لديها مشروع أكبر من ذلك فيما يتعلق بالمواني الموجودة في تلك المنطقة. إذن الموقف الأمريكي ثابت ولم يتغير. مسألة التنسيق، لا أعتقد أن هناك أي تعارض بين ما قام به الولايات المتحدة وبين الإمارات وبين الموقف الأمريكي الرسمي. المسألة كلها قد تكون نوع من استجابة للضغوط الكونغرس، وعلما بأن هذه الضغوط لن تؤتي ثمارها، لأن الرئيس ترامب أعلن مرارا وتكرارا أنه سيمضي قدما مع صفقة السلاح للمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، وإن اقتضى الأمر أن يستخدم حق النقد أو الفيتو ضد قرار الكونغرس. نعم سيد علي، هل يمكن القول بأن هذه الخطوة تحمل خلافا ما بين المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات فيما يتعلق بالاستراتيجية العامة؟ هناك من قال بأن الاستراتيجية الواضحة للإمارات انتقال من النهج العسكري إلى نهج السلام كما قال المسؤول في مقابلة مع رويترز، أما السعودية تتخذ نوعا ما نهج أكثر حدة. يعني أنا أتفق مع الضيفين. الضيف من الأردن قال أن هناك اختلاف في الأجندة الإماراتية عن الأجندة السعودية، ولكنني أيضا أتفق مع الضيف من واشنطن الذي قال أن لابد لهذه الخطوة أن تكون قد تم تنسيقها مع الجانب السعودي. أنا أعتقد أن الإمارات اعتدنا على أن نرى سياستها أكثر خلف الكواليس، أنها تمسك بالخيوط وتحاول التأثير على القرارات السياسية التي تتماشى مع سياستها في مختلف الدول التي تنشط بها علنا وسرا. أضيف واشنطن تحدث عن الأهداف الاستراتيجية، من بين هذه الأهداف الموانئ على سبيل المثال، ولكن الأنباء التي تواردت مؤخرا من اليمن عن جرائم، وربما جرائم يمكن تصنيفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن ناحية العلاقات العامة التي تقودها الإمارات في العالم، هي دولة التسامح، هي دولة السعادة، هي دولة التحديث، هي دولة التجديد، وهذه الأنباء الواردة من اليمن لا تتماشى مع الصورة التي تريد لنفسها الإمارات، التي يعني في كل دول الغرب تستأجر شبكات وشركات علاقات عامة لتجميل صورة الإمارات ولتشجيع الاستثمار الاقتصادي وتغيير الصورة المعروفة والمعهودة عن الإمارات إلى الأفضل. لذلك الأمران يعني متوازيان، وأنا لكنني أعود وأكرر، لا أرى أن هذه الخطوة قد تمت بمعزل أو بدون تنسيق مع الجانب السعودي. أنا لا أريد أن أتطرق هنا هل راق هذا الأمر أم لم يرق للمملكة السعودية، لكن لا يمكن للإمارات أن تسير بنهج وبخط معاكس، وبالتأكيد ليس بخط صدامي مع المملكة السعودية، ولكنني أستطيع أن أقول أن السعودية
السعوديه كانت تفضل ان يبقى التحالف متكامل، لا سيما وان هذا الانسحاب او اعاده الانتشار يستغل من قبل خصوم واعداء التحالف العربي في اليمن على انه اعتراف من الدول المشاركه في التحالف بالخساره. سيد رداد، السيد علي طرح نقطة مهمة تتعلق بصورة الإمارات وأهميتها على مستوى السياسة الإماراتية الخارجية في العالم، وفي الفترة الأخيرة شهدنا ضغوطات واضحة بسبب خسائر مدنية في اليمن وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان. هل بالفعل يمكن القول بأن هذا السبب الرئيس لتغيير الاستراتيجية الإماراتية في اليمن، وماذا يعني ذلك على المستوى البعيد سيد عمر، على مستوى التحالف العربي وعلى مستوى الحرب في اليمن بشكل عام؟ إن صحت الأنباء التي تتحدث ليس فقط عن إعادة انتشار إنما عن انسحاب نوعا ما. أعتقد كما تفضل ضيفك الأستاذ علي بالضبط، لكن يعني هذا أحد الأسباب، لكن لا أصنفه أحد الأسباب الرئيسية حقيقة. نعم. هو سبب ثانوي، والدليل على ذلك أن تقارير المنظمات الدولية وتقارير الأمم المتحدة وتقارير من يعني جهات حقوقية مختلفة تصدر منذ عام 2015، ونحن نذكر عبر إعلام الجزيرة مثلا الناطقة باسم قطر والموجودة في قطر وفي إطار الحرب، وهي كما أشار ضيفك هي أبرز خصوم الإمارات والسعودية، وهي التي تعمل على يعني إعداد دعاية إعلامية تنتقص أو تنتقد الإمارات والسعودية وتتهمهما. نحن نذكر يعني قبل فترة كانت فكرة انتشار الكوليرا وانتشار المجاعة في اليمن، وأيضا الحوثيين عبر إعلامهم وعبر محطة العالم التابعة لإيران القناة. طب سيد عمر، لماذا الآن برأيك هذه الخطوة؟ يعني الحرب في اليمن لم تنتهي، موضوع الحوثي وتواجده في اليمن وقوته في اليمن لم ينتهي، وما زال يطلق الصواريخ على مطار أبها السعودي، على مطارات عسكرية عديدة وأيضا مدنية في السعودية. أعتقد أنه توقيت الخطوة يبدو عندما قلنا أن هناك تنسيق وتشاور تحديدا بين الإمارات والسعودية، يجب أن نعود إلى البدايات، كيف تشكل التحالف وأين ذهب اليمن وأين ذهبت الإمارات في اليمن إلى أي مناطق وأين ذهبت السعودية. السعودية معنية حتى اليوم لا زالت بصلب تواجد الحوثيين نتيجة للجغرافيا السياسية وقربهم بمحافظة عمران وصعدة تحديدا على حدود المملكة السعودية. السعودية معنية بكل صراحة باليمن الشمالي واختراقاتها هناك بالقبائل وعلاقتها التاريخية مع القبائل. الإمارات ذهبت إلى اليمن الجنوبي، ونتذكر اليوم أن ابن الرئيس المغدور من قبل الحوثيين علي عبد الله صالح لا زال موجود في الإمارات العربية، ويتم التنسيق به والاحتفاء به، ويعني تقام له مراسيم وبروتوكولات إلى حد كبير جدا أشبه برؤساء الدول، إذ يستقبل وهو يعني كسفير لليمن ليس للنظام الحالي، سفير هو للشرعية لا زال. نعم. الفكرة أن الإمارات تذهب باتجاه المحافظات الجنوبية، وذهبت باتجاه هذه المحافظات فيما كان يعرف باليمن الجنوبي. تقديري أن رؤية الإمارات كانت الحل أن يكون بيمن فدرالي، بمعنى أن اليمن يقسم إلى فدراليات وتكون عاصمته على طريقة العراق أو على طريقة الدول الأخرى الفدرالية، ويحصل اليمن الجنوبي على شبه استقلال. اليوم السؤال أن السياسة الإماراتية والمستقر والمآلات التي ستذهب بها القضية اليمنية ستذهب باتجاهها، سنراقب الوضع عن كثب وسيتبين. نعم. إذا ما كان بالفعل هناك خطة لإعادة انفصال اليمن الجنوبي والانفكاك دولة الوحدة، تقديري هذا بالنسبة للإمارات يخفف الضغط عليها بشكل حاد جدا إذا ما تمكنت في ظل هذه السيطرة وهذا الاختراق أن يكون أن طيب. تكون دولة بالجنوب. طبعا هذا يبقى أحد السيناريوهات، يعني لا ندري مدى صحته، يحتاج إلى فحص ومراقبة خلال الأيام طيب القادمة. وهذا ما يفسر نعم. ما يفسر التوقيت بمثل هذا القرار. طيب. خاصة وأنه الإمارات والقطاعات الإماراتية ليس هناك أي صدامات مباشرة بينها وبين الحوثيين. طيب بهذه النقطة دعني أنتقل يا دكتور عماد. سيد عماد، مرة أخرى يعني مصادر ميدانية تحدثت عن أن
كان هناك انسحاب من قاعدة الخوخة العسكرية البعيدة 130 كيلومترا عن الحديدة في نهاية الأمر، والحديث عن تحركات إماراتية، ألا يترك الإمارات السعودي وحده يواجه لربما مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف العربي في مواجهة جماعة الحوثي التي ما زالت كما ذكرنا تطلق الصواريخ وتهاجم السعودية، وخصوصا في خضم أزمة أمريكية إيرانية في الصورة الأكبر في أشدها؟ لا يمكن تفسير إعادة الانتشار الإماراتي على أنه تخلي عن الجانب السعودي، كما أشرت أنه هو في المقام الأول جاء بالتنسيق مع المملكة. هذه النقطة. النقطة الثانية، الإجابة على سؤالك فيما يتعلق بالتوقيت قد لا تكون في اليمن وإنما في منطقة أخرى، تحديدا في ليبيا. نحن نعلم أن الإمارات ومصر تدعمان المشير حفتر في المعركة التي يشنها ضد الميليشيات الموجودة في طرابلس، ومؤخرا حصلت تطورات ميدانية هامة بتدخل تركيا السافر ودعم هذه الميليشيات. هناك نقطة يجب ألا نغفلها وأشار إليها ضيفك الكريم في الاستوديو، هذه الحملة الإعلامية المسعورة التي تقودها قطر وتركيا بأموال قطر في المقام الأول، وقطر كانت في يوم من الأيام جزءا من هذا التحالف ثم طعنته في الظهر وكانت تبلغ الحوثيين معلومات عن تحركات قوات التحالف. هناك حتى في الإعلام العالمي نوع من التحيز الأعمى ضد التحالف العربي سواء في الولايات المتحدة أو حتى في بلدان مثل بريطانيا. لا يتحدث أحد إطلاقا عن جرائم الحوثيين ولا عن تجنيد الأطفال ولا عن السرقة والنهب ولا عن الاعتداءات على أهداف مدنية. اللوم كل اللوم يقع على هذا التحالف العربي وهم مسؤولون عن كل هذه المصائب التي تقع باليمن حاليا، متغافلين تماما عن السبب الرئيسي لهذه الحرب. إذن التوقيت له علاقة بما يجري في ليبيا واشتداد المعارك هناك وتدخل تركيا بشكل سافر، وهذا أيضا يجب أن نشير لم يلقى أي رد فعل من المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة، ولا أحد يعلم لماذا تصمت أمريكا عن هذا ونحن نعلم أنها تدعم الجانب الخاص بحفتر. فإذا ما يجري في الإمارات في اليمن لا يمكن فصله عن ما يجري في ليبيا فيما يتعلق بالموقف الإماراتي. نعم سيد علي، بهذه النقطة أردت أن أطرحها في نهاية الأمر، على الرغم من أن الإمارات تقول بأنها تنتقل من نهج الاستراتيجية العسكرية إلى السلام أولا، ولكن مواجهة الإسلام السياسي ومواجهة إيران ما زالت في مناطق مختلفة كما ذكر دكتور عماد، خصوصا في ليبيا وأيضا فيما يتعلق بالسودان. وفي ليبيا يوجد تحقيق في الفترة الحالية ضد الإمارات فيما يتعلق بإرسال شحنات وعتاد عسكري إلى ليبيا. القواسم المشتركة أو نقاط عدم الاختلاف بين إيران وبين الإمارات أكبر منها نقاط الاختلاف بين السعودية وبين إيران. يعني بما معناه رأينا في الحلبة السورية على سبيل المثال، الإمارات كانت من أوائل الدول التي تحدثت عن ضرورة إعادة العلاقة مع الحكومة السورية. الإمارات يعني اتهمت أصلا من بعض أقطاب المعارضة السورية من أنها تزود الجيش السوري بالسلاح، بما معنى أن حتى إذا ما أخذنا إيران كنقطة محورية لم يكن أبدا التوافق بين الإمارات وبين السعودية مطلق حول النزاع وحول المواجهة مع إيران. وليس سرا أن الحوثيين استهدفوا المدن السعودية، وأن الحوثيين مؤخرا استهدفوا منشآت سعودية، وكما أشرت حتى في حال حينما تم استهداف بوارج إماراتية لم تصعد الإمارات اللهجة ولم تشير بأصابع الاتهام إلى إيران وإلى حلفائها لكي لا تصعد الموقف مع الجانب الإيراني. إيران تختلف مع الإخوان المسلمين ومع الإسلام السياسي السني وهو العدو اللدود للإمارات، لذلك نقاط الالتقاء بين الإمارات وبين إيران أكبر من بطبيعة الحال نقاط الالتقاء الغير موجودة حاليا بين الإمارات وبين السعودية وبين إيران. نقطة أخرى تتعلق بالسعودية على سبيل المثال، الإمارات التي تحدثنا عن رغبتها وإصرارها واستثمارها بأموال كبيرة بهدف طرح هذه الدولة على أنها دولة حقوق وحريات وتجديد وتحديث وتكنولوجيا وابتكارات ونساء ومساواة وما إلى ذلك، تلاحظ أنه بين الحين والآخر
في الولايات المتحدة تحديدا يتم سحب ملف الخاشقجي من الأدراج ويتم إحراج السعودية بهذا الملف، رغم أنه لا جديد في ملف الخاشقجي، ولكن بين الحين والآخر يخرج علينا عضو في الكونغرس الأمريكي الذي يطالب بمحاكمة المسؤولين في السعودية الذين ارتكبوا هذه الجريمة، ويطالب مجددا بإعادة النظر في كل صفقات السلاح بين السعودية وبين الولايات المتحدة، والإمارات لا تريد أن تكون في هذه الخانة، رغم أنك تستطيع أن تكون على يقين أن الإمارات حتى وإن انسحبت شكليا من اليمن فستبقى ممسكة بالخيوط وستتضح في المستقبل القريب ملامح إمساكها في الخيوط في بعض أجزاء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تحديدا في جنوب اليمن. سيد عمر، لماذا اليمن بالتحديد برأيك عندما نقول ونتحدث عن تدخلات إماراتية كما ذكرنا وكما ذكر السيد علي في السودان وفي ليبيا وكما ذكر دكتور عماد بأن الأزمة الليبية أيضا في أشدها والحديث عن دعم سعودي إماراتي للخليفة حفتر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل محور قطر تركيا وحكومة الوفاق الليبية؟ نعم، تقدير الجغرافيا السياسية تحكم بشكل حاد جدا. اليمن جزء جغرافي من جغرافية دول مجلس التعاون وهو على صلة معها، إضافة لأهمية الاستراتيجية المتمثلة بمضيق باب المندب وإمدادات النفط. ونحن نذكر قبل فترة كيف أن البوارج إيرانية وسفن إيرانية ذهبت إلى المنطقة، ونذكر أيضا أن تهديدات الحوثي التي لطالما أطلقها أنه سيوقف الملاحة الدولية بمنطقة المندب، طبعا هذا بالتوازي مع إعلانات إيرانية تصدر عن الحرس الثوري الإيراني حول القضية المعروفة والتصعيد مع الولايات المتحدة بخصوص مضيق هرمز وإمكانية إغلاقه بالخليج، بمعنى أن دول الخليج وتحديدا المملكة السعودية ومعها الإمارات خاصة أنها ليست على علاقة طيبة مع إيران تدرك أن السيطرة على مضيق باب المندب من قبل إيران ومن قبل الحوثيين سيطبق يعني سيضع الخليج كامل دول الخليج بين فكي كماشة بالتزامن مع السيطرة اللي موجودة في مضيق هرمز من قبل الإيرانيين. هذه مسألة مرتبطة أيضا بأولويات إيران، والأولويات يعني لو تم تركيبها ما الذي يمكن أن تخدم عليه إيران الآن بخصوص مفاوضاتها المرتقبة مع الولايات المتحدة، إذا ما استثنينا قضية العقوبات وقضية الملف النووي ثم قضية الصواريخ البالستية، القضية الكبرى المطروحة أيضا اللي هو التدخل الإقليمي من قبل الحرس الثوري عبر وكلاء أو عبر أدوات وعبر بشكل مباشر في سوريا والعراق وفي لبنان وفي اليمن وفي مناطق مختلفة. هذا يرتبط بترتيب الأوراق بالنسبة للإيرانيين أيضا. الإيرانيين يعني لقائمتهم بالأهمية الاستراتيجية أعتقد أن الأهمية الأولى والكبرى هي للعراق بالدرجة الأولى، ثم تهتم بلبنان كونه مهدد لإسرائيل في أي مفاوضات لاحقة، ومعه إلى حد ما الساحة السورية، لكن العراق هو رقم واحد وهذا واضح خلال الاستراتيجية الإيرانية، ثم تأتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، ثم تأتي قضية الحوثيين باليمن. يعني الحوثيين حتى الالتزام المذهبي والانتماء المذهبي للولي الفقيه هو متأخر جدا، هم على خلاف مذهبي فيما يتعلق بمذهب الاثني عشر في إيران المنصوص عليه بالدستور ومنها ومذهب الزيدية اللي هم أصولهم شيعية صحيح، لكن الزيدية لا توالي ولا يعني تبايع الولي الفقيه، لكن لأهداف سياسية وضمن تحالفات سياسية لاحقا يعني منذ سنوات فقط صار هذا الولاء وصار هذا الدعم. طب لكي أختم مع دكتور عماد، نعم وصلت فكرة دكتور عماد، أختم معك بهذا التساؤل، هل ما يقوله سيد عمر يفسر لربما كما قال البعض انتهاء دور الإمارات فيما يتعلق باليمن؟ هناك من قال بأن الإمارات دربت الجيش الوطني في اليمن ودربت أيضا جماعات عبد رب منصور هادي في نهاية الأمر، والآن تخرج بعد الحديث عن اتفاقية السويد أيضا فيما يتعلق بالتسوية السياسية. الزعم بأن الخيار هو خيار السلام
الذي أعلنته الإمارات كمبرر لمسألة إعادة الانتشار أعتقد مجرد كلام، لأنه لم يحدث أي تحرك ولا أي تقدم يذكر فيما يتعلق بدور المبعوث الأممي، بل بالعكس الحوثيون يتمادون في الاعتداءات، بل خرج أحدهم بالأمس فقط يقول أنهم لديهم أسلحة أفضل من الأسلحة الأمريكية، وكلام يبدو أنه كلام رجل مهلوس. ولكن النقطة الهامة جدا التي أشار إليها ضيفك الكريم من الأردن، بصرف النظر عن الاختلافات أو الالتقاءات المذهبية، اليمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية مسألة أمن قومي أولا وأخيرا. هذه مسألة ثابتة في نظريات الأمن القومي لكل الدول. الحدود الجنوبية يجب تأمينها، فإذا كان لديك هلال شيعي من العراق الإيران سوريا ولبنان ليكتمل هذا في اليمن، لن تسمح المملكة العربية السعودية ولا بقية دول الخليج بذلك باستثناء قطر. والمحلل السياسي كنت معنا عبر استديوهاتنا من واشنطن، شكرا جزيلا. الشكر موصول لك سيد عمر الرداد خبير العلاقات العربية والدولية، كنت معنا عبر سكايب من عمان، والشكر لك سيد علي واكد خبير شؤون الشرق الأوسط. مشاهدي الكرام، دقائق قليلة ونعود إلى المناظرة اليومية، فابقوا معنا.